أعتقد أن ريال مدريد بدأ الموسم بمواجهة بعض المشاكل في اللعب على أرضه. بعض التعادلات أدت لخسارة النقاط، لذلك ابتعد عن الصدارة وأصبح عليه عدم ارتكاب الأخطاء. ثم كان هناك بعض التذبذب في الأداء في الليغا، مما أدى لخسارة المزيد من النقاط بالإضافة لخسارة الكلاسيكو. الآن يحاولون تعويض الفارق، هو أمر ليس سهلا بالتأكيد. لا، لا أعرف من قد يحل محل كريستيانو رونالدو، فليس هناك سوق كبير في الوقت الحالي للاعبين، لذلك من الصعب معرفة بديل رونالدو. كوتينيو لاعب رائع وشخص جيد، أعرفه منذ كان لاعبا في إنتر ميلانو، وهو يستحق النجاح الذي أتمنى أن يحققه في المرحلة المقبلة في مسيرته، وأن يصل للمستوى الذي يسعى لتحقيقه. خلال الموسم الحالي يمر ريال مدريد بالعديد من الصعوبات في الليغا، يبتعد بنقاط عدة عن الصدارة، لكن العام الماضي كان الأفضل من حيث الألقاب في تاريخ النادي، وهذا هو حال كرة القدم. ليس بإمكانك ضمان الفوز خلال الموسم الواحد، قد تتعرض لسقطات ولا بد من التحلي بالصبر في تلك الحالات. أعتقد أن زيدان لديه الكثير ليقدمه للفريق. خلال عامين فاز بتسعة ألقاب، إن لم أكن مخطئا. هو تعلم الكثير خلال تلك الفترة، لكنه يعرف النادي جيدا وكيفية إنجاز المهام به، وأنا لا أرى سببا لتغيير ذلك.